قصيدة الشاعر المرحوم منير بن هلال المطيري في حمد بن غالب المطيري، يقول فيها: يا وين راع المجلس اللي يسلي، قليل يا جيت له يرتاح بالي، راعيه نشمين بضيفه يهلي على الشحم ومبهرات الدلالي، من جاه شايل هم همه يولي، من مجلس غالي وراعيه غالي، هذاك ابو بندر حمد عزوت اللي رجال دايم منزله في العلالي، واللي جلس في مجلسه ما يملي، في مجلسه تلقى ثقات رجالي، اللي لهم قيمة وصيت متعلي، اطوال الايدي مكرمين اسبالي، بعض العرب مهرجهم جاي زلي، في جوفهم كني وحيد الحالي، احسن لي الراحة وبجلس محلي، ومن قال وش بك قلت مالك ومالي، يالله تغفر ذنوب المصلي، تغفر ذنوبي وتلطف بحالي.